البصرة إلى الفريق البحثي في جامعة البصرة، يعني إحنا نعتز بكم وإحنا ندعمكم كفريق، وأريد من عندك كلمة للفريق البحثي في جامعة البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم زيارتي ولو كانت متأخرة وكانت يعني هذه الجهود هي في بداية أزمة الكورونا فيروس، لكن فعلا حقا إنه العراق والبصرة خاصة اللي هي كفاءات بصراحة يعني تضاهي اللي موجودين بالعالم بعض الأحيان أحسن من بقية دول العالم الموجودة. في اليوم شفت المختبر وشفت طريقة عمل الفي تي ام والطريقة اللي يعمل بها والدقة وبالتالي احنا اليوم يعني بصراحة هذا فخر انه احنا في البصرة وفي جامعة البصرة العريقة انه يكون انتاج الفي تي ام، ولاحظت انه مقارنة بالفي تي ام اللي يجي من خلينا نقول الدول